شهدت العديد من مدن البحرين تظاهرات ليلية طالبت برحيل النظام بعد أن فشل في تحقيق الحد الأدنى من المطالب الشعبية. وندد المتظاهرون الذين خرجوا في مناطق الدير وكرباباد وكارسكان وأبو صبيع والسنابس بالممارسات القمعية واستمرار السلطات بسياسة فصل الموظفين على خلفية المشاركة في الاحتجاجات، كما استنكروا عمليات التجنيس السياسي. وقد هاجمت قوات الأمن المتظاهرين بالرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع. من جهته، دعا ائتلاف ثورة 14 من فبراير في البحرين ما تبقى من المشاركين في الحوار الذي تديره السلطة إلى الانسحاب والانضمام لصفوف المحتجين. وفيما تواصلت عمليات القمع ضد التظاهرات السلمية، يستعد حقوقيون عرب وأجانب إلى رفع دعوى قضائية اليوم إلى محكمة الجنايات الدولية ضد النظام البحريني. قرار انسحاب أحزاب المعارضة البحرينية من الحوار الذي دعت إليه حكومة المنامة لاقى أصداء إيجابية في الشارع البحريني. مسيرات سلمية خرجت في العديد من المناطق والقرى البحرينية تأييدا لانسحاب الأحزاب، وتأكيدا منهم على وفائهم لدماء الشهداء الذين قضوا على يد السلطات البحرينية وقوات الاحتلال السعودي. كما وجه ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير في البحرين نداء إلى من تبقى من جمعيات وقوى سياسية داخل الحوار إلى الانسحاب منه. احتجاجات وإن كانت سلمية بامتياز لم يرفع خلالها المتظاهرون سوى الأعلام الوطنية، إلا أنها لاقت ردا عنيفا من قوى الأمن التي واجهتهم بمختلف أنواع الأسلحة. عناصر الأمن المدعومين بقوات الاحتلال السعودي هاجمت المتظاهرين في مختلف المناطق، وأثارت حالة من الرعب والهلع في صفوفهم باستخدامها الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع، كما شنت حملة اعتقالات في صفوف الشباب المتظاهرين. بيوت الله وأماكن العبادة كان لها نصيبها هي الأخرى من البطش وأعمال العنف، فقد أقدمت قوات الأمن على منع إقامة صلاة الجماعة في جزيرة سترة، واستخدمت الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية للسيطرة على ساحة المدينة ومنع إقامة الصلاة فيها. ظلم نظام آل خليفة وبطشه بحق المحتجين السلميين لم يثني من عزيمتهم، بل زادهم إصرارا على المضي قدما في طريقهم الذي انتهجوه منذ شهور حتى تحقيق جميع مطالبهم المحقة. الأمل عليكم كلكم والرهان عليكم كلكم، ما دام ثابتين انتم بهذه القوة وبهذا الصمود احنا راح نفوز عليهم، فأطالبكم بالإصرار والصمود والمواصلة وبالتوفيق إن شاء الله. في هذه الأثناء تقدم مجموعة من المحامين الدوليين شكوى رسمية إلى محكمة لاهاي الدولية ضد النظام البحريني، حيث أعلنت المجموعة أنها ستتقدم إلى المحكمة بمشاركة المعارضة البحرينية وناشطي حقوق الإنسان، داعية وسائل الإعلام إلى حضور الجلسات. وحول هذا الموضوع تنضم إلينا السيدة مي الخنسة، رئيسة منظمة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب من بيروت. أهلا بك سيدة مي. والشكوى المرفوعة من قبل حقوقيين والمعارضة البحرينية إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، ما هي طبيعتها وحيثياتها وما هو مضمونها؟ تحية لكم، السلام عليكم، وتحية لكل أهل البحرين، وتحية لزملاء المحامين الذين يتقدمون اليوم بشكوى جديدة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. أنه فعلا عمل جبار وعمل يستحق التهنئة عليه، لأننا بحاجة إلى تقديم أكبر قدر ممكن من الدعاوي أمام المحاكم الجنائية الدولية كافة، سواء كان في لاهاي أو في دول أخرى. وكما تعلمون أن منظمتنا كانت السباقة لتقديم أول شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، وسوف ننتقل أيضا بعد أيام قليلة مجددا إلى لاهاي، حيث لدينا الكثير من الإثباتات الجديدة والأدلة التي تؤكد على ارتكاب النظام البحريني وأعوانه جرائم ضد الإنسانية، جرائم إبادة، جرائم حرب وجرائم عدوان.
إن أي عمل قانوني هو بالفعل عمل يستحق الإضاءة عليه، ونشكر تلفزيون العالم وكل قناة إعلامية تساعد في نشر هذا الخبر والإضاءة على الأعمال القانونية التي يقوم بها سواء منظمتنا أو أي منظمة أخرى أو أي محامون آخرون، لأن العمل الإعلامي عمل مهم. ومن المفيد، يعني أنا أريد أن أوجه رسالة مهمة عبر تلفزيون العالم إلى كافة مؤيدين الإنسانية والذين يريدون مكافحة الإرهاب ضد الإنسانية وضد الجرائم التي ترتكبها الأنظمة ضد فئات من الشعب للمطالبة بالديمقراطية. يعني المساهمة أولا من ناحية الدعم الإعلامي، لا يوجد أي دعم إعلامي على الإطلاق للإضاءة على أي عمل قانوني نقوم به أو أي مؤتمر قانوني نقوم به. ونحن المحامون لا نقوم بمؤتمرات للتحدث فقط، ولكن نحن كمنظمة نعمل عمل ومن ثم نطلب تغطية هذا العمل عبر وسائل الإعلام. ثانيا، نريد بحاجة الحقيقة للاستعانة ببعض الضحايا أو بعض أهل الضحايا الذين مورس عليهم الإرهاب أو الاعتداء أو الضرر المعنوي أو المادي لاصطحابهم معنا إلى المحاكم الدولية. والشيء الثالث، نحن بحاجة إلى دعم مادي، حيث أن هذا الدعم المادي مفقود كليا، لا توجد أي منظمة أو أي جهة إنسانية أو أي أفراد يقدمون أي دعم لنا لتمكيننا من متابعة مسيرتنا، علما أن مثلا نحن كمنظمة نهيئ حاليا دعوة لتقديمها أمام المحكمة العليا في ألمانيا الناظرة في قضايا الإرهاب، المحكمة الجنائية العليا الناظرة في قضايا الإرهاب في إسبانيا. ومن المفيد أن أقول أنني في أحد المرات وبينما كنت أترافع بشكوى ضد النظام الصهيوني في إسبانيا أمام المحكمة الجنائية التي لها الصلاحية الدولية للنظر بالجرائم الدولية، قال المدعي العام لي ولزملائي الإسبان: لماذا لا تقدمون دعاوي في إسبانيا أمام الحكام العرب الذين يضطهدون شعوبهم؟ ونحن سوف ننظر بهذه الشكاوي. يعني نحن لدينا سابقة ولدينا علاقات مع المحكمة والقضاة لتقديم شكوى في إسبانيا، وهي مستعدة للنظر في هذه القضية. أيضا هنالك كما قلت في ألمانيا وفي إسبانيا، حتى في أمريكا نستطيع أن نتقدم بشكاوي ضد من يقومون بأعمال إرهابية ضد الشعب البحريني. أيضا هنالك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وقد تقدمنا نحن كمنظمة بشكوى أيضا. وأيضا نقوم الآن بترجمة عدد كبير من الوقائع إلى اللغة الألمانية لتمكين المحكمة الألمانية من قراءتها، حيث أنها لا تعتمد سوى اللغة الألمانية. نعم. لهذا نحن يعني نسلط الضوء على العمل التي نقوم بها كمنظمة. نعم سيدة مي، يعني من خلال الوثائق التي أشرت إليها والتي ستقدم إلى المحكمة، بالإضافة إلى الأدلة الحية التي ذكرتها، يعني هل تتوقعون أن تجد سبيلا لكسر الصمت الدولي المتخاذل إزاء ما يجري في البحرين؟ دون شك، يعني هذه الشكاوي سوف يكون لها أثر فعال، سيما أن نحن نقول عن الشكوى التي تقدمنا بها هي شكوى مكتملة من كافة النواحي، سواء لجهة الوقائع الأدلة أو لناحية الدراسة القانونية. ونحن في اليوم الأول الذي تقدمنا به الشكوى تحرك ملك البحرين وكلف مجموعة من المحامين للدفاع عنه وعن نظامه نتيجة هذه الشكوى التي تقدمنا بها. نعم. وأن يعني هذا الأمر يعني أنه أثر دون شك على النظام البحريني. نعم. أكثر من هذا، عندما تقدمنا بالشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في اليوم التالي كان نائب ملك البحرين أو ولي العهد موجود في لندن للتحدث مع النظام البريطاني ليقول لهم أن الأدلة التي قدمت إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي أدلة غير صحيحة وأدلة مفبركة، وهذا طبعا الأمر غير واقعي، لأننا دائما نتأكد من كافة المستندات التي نضعها بيد المحكمة، وهذه المستندات هي أدلة ثابتة وأدلة موثوق بها ولا يمكن دحضها بأي وسيلة من الوسائل الغير قانونية. نعم سيدة مي، يعني هل هناك جهات معينة تساندكم في هذه الشكوى والدعوة؟ لا يوجد أي دعم للأسف نهائيا. يعني هنالك تعاطف معنوي، وأتلقى مئات الرسائل يوميا
كدعم معنوي، ولكن لا يوجد أي دعم مالي نهائيا، ونحن بالفعل المنظمة تعاني الآن حاجة مالية ماسة لمتابعة مسيرتها، لأننا لا نريد أن نتوقف، ونحن نعمل الآن من نفسنا لتجميع أكبر قدر ممكن من المال لتغطية نفقاتنا، ولكن هذا لا يكفي. إن مشروع المقاضاة هذا بحاجة إلى الألوف وعشرات الألوف من الأموال، لذلك نحن أمام عقبة حقيقية. نعم، وصوتك ربما تسمعه منظمات حقوقية عالمية ويمكن أن تساند هذه الشكوى. شكرا لك يا سيدة مي الخنسة، رئيسة المنظمة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب من بيروت.